زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في النسخة 55 والحضور الكبير جدا، يعني لحد امبارح بس في 4.5 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يمكن ده الرقم الأكبر لزوار المعرض من وقت ما اتنقل لمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يمكن ده بيعكس كمان مدى وعي الأسرة المصرية بقيمة الثقافة والمعرفة، كمان بقيمة معرض الكتاب. النهاردة جمانة اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، عيد الكتاب في مصر، أسبوعين من الثقافة والفن والإبداع. نعرف أكتر حصاد الأسبوعين دول، المميز والمختلف في هذه الدورة، مع الكاتب الصحفي الأستاذ طارق رضوان، رئيس تحرير جريدة القاهرة، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دورة مميزة بلغة الأرقام، احنا بنتكلم على 4.5 مليون زائر، ده رقم قياسي وكبير جدا، كمان من زاوية المشاركة والحضور العربي والدولي العالمي، عدد كبير جدا من الضيوف المثقفين والكتاب والأدباء في هذه الدورة. 92 دولة. 92 دولة. أهم الملامح لو عايزين نتكلم عن حصاد أسبوعين من معرض الكتاب، أهم الملامح دي. هو الحقيقة أهم اللي احنا نطلع بيه من المعرض، أنه بقى أصبح عيد في وجدان الشعب المصري. يعني هيبقى عيد مصري زي كده، شم النسيم، الحاجات الاختراعات المصرية الجميلة دي. لأن أنت لو شفت المعرض هناك مثلا يوم الجمعة اللي فاتت، كان حوالي الحضور حوالي 750 ألف بني آدم، زحمة بشكل غير طبيعي. المعرض هناك غير أنه الناس بتروح تشتري كتب وتتفرج على الكتب، الناس هناك بتفرح، والفرحة هناك لها طعم تاني. الناس ماشية في أمان، الناس عايز أقول لحضرتك أنه الكتب في علاقة ما بينهم وما بين الطفل، في كتاب للطفل، في كتاب للكبار السن، في كتاب للشباب، يعني في تنوع غير عادي موجود، والاسعار كمان متنوعه. يعني في اسعار رخيصه قوي قوي، وفي اسعار غاليه جدا. يعني ده هنعمل ايه؟ ده الحاجات اللي هي بتبقى بسعر اللي هي بتيجي مستورده الدول العربيه يعني. فاقصد انه في حاله من التنوع طول اليوم انت عايش فيها. فعشان كده المعرض الكتاب بقى اصبح عيد عند المصريين، او عيد الكتاب زي ما حضرتك قلت يعني. تمام. طيب يا فندم، فكرة وجود 1200 دار نشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب دي، أعتقد كانت من أهم النقاط المهمة والنقاط المضيئة في المعرض في النسخة دي. طبعا. فرق في إيه وجود هذا الكم من دور النشر؟ التنوع. يعني في دار نشر بتبقى مهتمية أو بالترجمة مثلا، بالترجمات. في دور نشر مهتمية بكتب إبداعات الشباب، في دار نشر مهتمية بكتب الدين، في الكتب الديني اللي هو الوسطي المصري، اللي من زمان كان فيه في المعرض في الثمانينات في المعرض وأول التسعينات كان معظم الكتب كلها شوية فيها تطرف. دلوقتي بقى فيه اللي هو الدين اللي احنا عارفينه، الدين الوسطي. في دار نشر مثلا بتنشر كتب للكتاب القدام زي الدكتور طه حسين، زي الكتاب الكبار يعني. فالتنوع ده، العدد ده من دار النشر هو ده اللي عمل التنوع، وده اللي عمل انه قدامك نوع من انواع حريه الاختيار في العناوين اللي انت بتختارها، وده ادى كمان نوع من انه انت بترضي جميع الاذواق. فالشباب ليهم كتب، والحاجه اللي تفرح قوي كم الشباب اللي بيشتري، ده حاجه اللي هو اندر ايدج، حاجه مفرحه جدا جدا. فعشان كده الحقيقه ده مصر بتقرا بصراحه يعني، بس المهم انه نقدم حاجة جميلة عشان تقرأ، إنما مصر بتقرأ فعلا يعني. شخصية المعرض هذا العام كان الأثري العظيم سليم حسن، وإحياء واستعادة هذه الشخصية مرة أخرى في ذاكرة المصريين. ومعرض الطفل كان الكاتب الكبير يعقوب الشاروني. انعكس ده في عدد كبير جدا من الندوات حول إبداعاتهم، وكمان إعادة إصدار بعض الكتب الخاصة بسليم حسن ويعقوب الشاروني. أهمية اختيار الشخصيتين دول في رأيك؟ هو الدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة ومع اللجنة الاستشارية للمعرض، كان هدفنا هو الحفاظ على الهوية المصرية. المعرض يكون معرض الكتاب يكون من أحد أعمدة الحفاظ على الهوية المصرية. والهوية المصرية ما هيش هوية مصر القديمة فقط، الهوية المصرية ممتدة. فما اختار الدكتور سليم حسن، وده تم الموافقه عليه فورا من جميع الاعضاء، يعني ما حصلش عليه خلاف مثلا، لانه الراجل قدم حاجات كتيره لمصر. احنا الحقيقه لما كانش دوره في الترجمه كان ضاع حاجات كتيره على مصر. واحنا اقترحنا كمان احنا لازم نعيد، هي كانت منشوره قبل كده للدكتور الموسوعه بتاعته، فقعدنا نشرناها تاني،
وخدنا كمان قرار انه هنكرم الاستاذ يعقوب الشرير انه هو لسه عايش، فكان تم اختياره قبل ما توفى الله يرحمه، فكنا عايزين كمان نحتفي بيه في المعرض وهو لسه عايش، لان هو علامه من علامات كتابه الطفل في مصر. والاثنين الاثنين مصريين قوي في كتاباتهم. جميل صحيح. فده كان نوع من انواع الحفاظ على الهويه المصريه بشكل بيبقى واضح قوي، اللي احنا مصر ودول رجاله مصر ودول القوى الناعمه بتاعت مصر. فده كان دور مهم جدا يعني في الاختيار. استاذ طارق، بصفه حضرتك يعني عضو اللجنه الاستشاريه العليا لمعرض الكتاب، اكيد كان في ملاحظات على هذه النسخه لتحسينها في النسخه اللي جايه، ويعني انا عارفه ان حضراتكم بتبتدوا تشتغلوا للنسخه اللي بعدها. صحيح. من بدايه اصلا النسخه، يعني لو احنا بنتكلم عن النسخه 55 فبدايه الشغل على النسخه 56 ابتدت بالفعل. نعم. في ملاحظات من قبل حضراتكم ل خلينا نقول تحسينها او اخذها في عين الاعتبار عشان النسخه اللي جايه؟ طبعا في، طبعا هو لسه الاجتماع ما اجتمعناش بعد نهايه المعرض، انما في هي ما نقولش ملاحظات قوي، انما عايزين نضيف مثلا عدد الضيوف اللي بيجوا من الخارج احتفاء بيهم، نضيف دور نشر اكتر. يعني انا مش عارف، يعني النهارده هيعلنوا عن الدوله الجديده اللي هتبقى انت اكيد عارفينها، وانا مش هقولها عشان ما ينفعش يقولها في المؤتمر الصحفي. فبنحاول ان احنا نزود حاله التنوع في الثقافات، ودي حاجه مهمه جدا، لانه العالم دلوقتي بقى مفتوح على بعضه قوي، فلازم يكون المعرض يقدم لمصر الخدمه اللي تخليك طول الوقت مطلع على جميع التيارات الثقافيه على مستوى العالم كله. فده اللي ان شاء الله اللي هيتم باذن الله يعني. وده الحقيقة. انما ملاحظات احنا تمام، ما عندناش ملاحظات الحمد لله. اللي حققته الدوره دي فكره التنوع الثقافي، دي فكره مهمه جدا استاذ طارق. نعم. لانه حضور دولي وعربي كبير جدا. نعم. احنا بنتكلم على المعرض الاهم والاقدم في المنطقه، والعيون عليه بالظبط، العيون عليه من دول عربيه وحتى من دول العالم كله. النرويج كانت ضيف شرف، كان في ليها حضور ثقافي وممثل في ندوات وفعاليات المعرض، في حضور من اكثر من 70 دوله او اكثر كمان من دول العالم. اهميه المشاركات الدوليه والعربيه في معرض القاهره الدولي للكتاب، الرساله من وراء ده ايه؟ هو ده جسر حضاري. انا عايز بس اقول حاجه، انه مصر هي الاصل كل حاجه. يعني هو كل الناس تتمنى ان هي تبقى لها تواجد في مصر، اي دار نشر مهما كان تتمنى قوي انها تكون معرض الكتاب، تاخد شرف الاشتراك في معرض الكتاب. مصر هي الاساس للثقافه على مستوى الكون، مصر هي اساس الحضاره، مصر هي اساس الدوله، فكره الدوله نفسها. فانه المعرض انه طول الوقت ان هو بيحاول ان هو يجمع نوع تنوع اكتر ويجيب مشاركات اكتر، انا عايز اقول لحضرتك انه الناس هي اللي بتطلب، هي اللي تيجي، احنا ما بنروحش نشتري الناس عشان يجوا، هم اللي بييجوا وعايزين يجوا. اولا لانه بعظمة مصر ومكانة مصر وحضارة مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين انه في كثافة غير عادية في الحضور، احنا اعلى تقريبا حضور على مستوى الشرق الاوسط كله، مش العالم العربي فقط. كمان اللي عايز اقول لحضرتك انه نسبة الشراء عالية قوي. يعني في ناس في معارض اخرى الناس بتروح تتفرج وتمشي، او تروح تتصور وتمشي، تاخد السيلفي زي ما انت عارف الموضة الجديدة دي. انما في مصر لا، انت في مصر انا في دار نشر انا بشوفها هي دار مصر المشرقيه مثلا، المركز القومي للترجمه. طب في ناس بتاخد في عربيات بالظبط بيعبوا فيها الكتب، منظر جميل. كمان شنط سفر كبيره جدا. ليه اصدقاء بيجيبوا شنطه سفر اللي بيجوا على الارض دي. كمان بيبقى فيها تخفيضات كانت هايله جدا، بتشجع وبتحفز الناس. 40% 50%. يعني الهيئه العامه للكتاب مثلا بايع حوالي 200,000 كتاب تقريبا. في يوم واحد بس بعد 25,000 كتاب في يوم واحد، يوم الثلاث اللي فات تقريبا. يعني فالحقيقه يعني شكل الكتب هي بتتباع مفرح قوي، شكل الناس هي شايله الكتب مفرح قوي. الاطفال كمان. لان الكتب دي في حد ذاتها صديق وفي. طبعا. يعني ما بيخدعكش. صحيح. اللي انت عايزه في الكتاب هتقراه هتلاقيه، يعني مش هيخدعك. بس الكتاب صديق وفي فعلا. والكتاب ارواح كمان، في البيت لما يكون في مكتبه تحس ان البيت فيه كده، احنا اتربينا على الكلام ده حتى. صحيح. تحس ان في امان في البيت، لان الكتاب روح. جميل. ده حقيقي. حلو التعبير ده، الكتاب روح. لا طبعا.
طيب يعني الحقيقه زي ما حضرتك كنت تتحدث عن فكره انه تم اختيار ضيف شرف او دوله لتكون ضيف شرف للنسخه اللي جايه. ما اعرفهاش. مش هسأل. مش هتغششنا هنا على الهواء. مش هتغششنا. هنكتشف مع بعض النهارده. نعم. بس اختيار النرويج كضيف شرف للنسخه دي واختيار الدوله المفاجاه في النسخه اللي جايه اكيد بيكون في معايير لاختيار ضيوف شرف المعرض لكل سنه. اه طبعا. ايه المعايير اللي على اساسها بتختاروا هذا الضيف؟ هو المعايير دايما بتبقى انا هقول لحضرتك حاجه، احنا زي ما حضرتك الاختيار بيبقى احنا جسر حضاري. النرويج دوله ضخمه جدا ثقافيا رغم حجمها في وسط اوروبا او الاتحاد الاوروبي، يعني زي انها دوله قويه جدا ودوله مؤثره جدا، اتفاق اوسلو كان في طبعا في النرويج، والنرويج مهتميه جدا بالثقافه المصريه كمان مش الثقافه العربيه بس الثقافه المصريه. فالمعايير دايما بتتوقف على حجم التعاون وحجم ان احنا نقل الحضارات وحجم كمان الترجمات اللي بتحصل لو كانت دوله غربيه. فالنرويج من الدول اللي ليها دور كبير، يعني اعتقد اخر جائزه نوبل في الادب كاتب نرويجي. صحيح. فالنرويج لها مساهمات كثيره في مجال الثقافه، يعني قربت من مصر، مصر كبيره قوي عليه قوي، يعني سيبك من الاسماء اللامعه في جميع الدول العالم ان مصر هي رقم واحد، مصر هي الاصل. فالكل بيتمنى ان هو يجي مصر، احنا يعني مش محتاجين ان احنا نقول احنا مين، لما هم محتاجين يقولوا ان احنا موجودين مع مصر. فهي مصر هي فعلا كبيره قوي وضخمه قوي الحقيقه، مصر جميله على فكره طبعا. حضرتك عضو اللجنه الاستشاريه العليا لمعرض الكتاب، وحضراتكم بتحطوا البرنامج الثقافي الخاص للمعرض، وده لازم يعكس حاله من التنوع وحاله كمان من ارضاء كافه الاذواق اللي موجوده سواء للقراء او للمتلقين وكمان للمثقفين. يعني برضو صعب جدا فكره ارضاء المثقفين على تنوع اختلافاتهم واتجاهاتهم الفكريه يعني. تمام. ده كان بيتم ازاي كواليس وضع البرنامج الثقافي الخاص بمعرض الكتاب الدوره 55؟ هو ده بتوقف على الفكره. يعني اختيار الشخص بيتم عن طريق ان احنا بنختار ايه هي الفكره بتاعت الندوات. يعني مثلا ما عملنا يوم مثلا الدكتور طه حسين احتفاء ب 50 سنه على رحيله، او مش احتفال على رحيله يعني، بس انا اقصد يعني ان هو مر عليه 50 سنه، فلازم نجيب الناس المتخصصه في دكتور طه حسين او في كليه الاداب او اللي هم لهم اتصال بدكتور طه حسين. مثلا عاملين يوم مثلا عن الذكاء الاصطناعي مثلا، فلازم نجيب الناس المتخصصه اللي بتتكلم في الذكاء الاصطناعي، بجانب ان في كتب صدرت عن الهيئه لازم نجيب بتعمل ندوات عن الكاتب بتاعها وعن الكتاب نفسه. فاي فكره بتختار في الندوات بيتم اختيار الشخصيات عليها، مش بنعمل عليه عمليه عشوائيه احنا عايزين نراضي فلان ونراضي فلان، او في حد مثلا مش عايزين، مفيش الكلام ده، في معيار موضوعي تماما. ودي حياديه، لان اللجنه انت حضرتك لو عرفت اعضاء اللجنه ناس ضخمه قوي الحقيقه، وانا كنت قاعد في وسطهم يعني، يعني العيل بتاعهم عيل مش سنا، عيل اللي عمال يلعب. بالمناسبه نتعرف على الاسماء يعني، طبعا اقامات كبيره يعني. هو الدكتور علي الدين هلال، الدكتوره دورية شرف الدين، الدكتور صاحب العرب، الدكتور ممدوح الضماطي، الدكتوره جهان زكي، الشاعر الاستاذ احمد الشهاوي، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الاستاذ محمد ناصف كاتب الاطفال، الدكتور جمال مصطفى السعيد، الدكتور سامي سليمان، وانا والاديبه ريم بسيوني. اسماء كبيره طبعا يعني، قامت اسماء ضخمه قوي، وكلنا اصبحنا اصدقاء، ويعني القعده بالطول قوي ما احنا ما بنحسش الا بالتعب الجسماني فقط، انما كانت بتبقى جميله في التنوع. استاذ احمد الجمال انا اسف جدا، ده ابونا كلنا عشان لو كنت نسيته. فالحقيقه بتبقى كانت الاعداد بتبقى مثمره كمان، لانه بتتولد غير الافكار اللي بتتولد، بتتولد نوع من انواع الابتكار في المعرض نفسه. يعني مثلا احنا مثلا تيجي فكره ان احنا عايزين نحتفل بنازك الملائكه مثلا، دي بتتولد في الحوار، ما بيكونش مرتب ليها، يعني بيبقى في جدول للاجتماع نفسه، بس بيتولد في الحوار نفسه ان احنا عايزين نحتفي زي شعر زي نزق الملائكه. بيتولد مثلا ان احنا عايزين نعمل يعني اللوجستي للجمهور، ان احنا الاسعار تبقى رخيصه في الدخول، او ان احنا نبقى وسيله المواصلات والكلام ده. طول الوقت في عمليه عصف ذهني زي ما بيقولوا ما بين الاعضاء.
أكيد أستاذ طارق، كمان يمكن إحنا اتكلمنا مع حضرتك عن النقاط اللي هيتم أخذها في الاعتبار في النسخة القادمة إن شاء الله، لكن نعم. في النسخة دي إيه اللي كان ملفت للنظر بالنسبة لكم، أو إيه اللي كان مفاجئ بجانب العدد الضخم من الزوار؟ رغم غلاء أسعار الكتب إنها بتتباع بشكل غير متوقع، يعني الكتب غليت جدا. يعني انا في انا مثلا انا بروح المعرض ده وانا عيل صغير، فكان في كتب حضرتك اكيد ما تحضرهاش، كان في كتب ب3 جنيه. فالاقي الكتاب اللي ب3 جنيه انا اشتريته ب3 جنيه، الاقي كتاب ب300 جنيه، فرق شاسع قوي. هو نفس الكتاب بس في اعاده طبع يعني. فده ورغم ذلك الحاجات بتتباع، الكتب بتتباع. انا اكتشفت في حاجه وجهه نظر شخصيه جدا، ان مهما كان سعر الكتاب بس لو انت عايزه هتروح تشتريه. صحيح. في ناس بتبقى عامله حسابها، يعني في ناس بتبقى بالفعل بتقتطع جزء من دخلها، او حتى طلبه بيقتطعوا جزء من مصروفهم عشان يروحوا يشتروا كتب من معرض الكتاب والسلاسل اللي بيحبوها من الكتب. والحاجه الثانيه كمان ان في كتاب كتير ظهروا في المعرض، كتاب شباب لسه. الظاهره ملفته جدا. وبعدين الحاجه اللي كمان مفرحه قوي، في عندنا حاجه اسمها كشك التوقيع الكتاب. انا بشوف طوابير واقفه قدام كاتب. انا بحس ان انا مقصر قد ايه ان انا ما اعرفش اسم الكاتب ده، بس بيجي عليه جمهور غير عادي من طلبه مدارس، يعني عيال صغيره، يعني شباب اقصد 15 و16 سنه، واقفين 3 طوابير عشان يروحوا يسلموا عليه ويمدوا لهم روايه. فدي حاجه، ده تقصير مني الحقيقه، ان انا لازم ابقى عارف الناس دي كويس. انا اعتقد ان انا بقرا، بس مش لدرجه ان انا اعرف الناس اللي الشباب الصغير بيقرا له بالمنظر ده، يعني طوابير كبيره جدا. فانا اقعد افتكر انا حضرت ان ود الدكتور يوسف ادريس مثلا في المعرض، والراجل طبعا ده راجل عظيم، بس انا ما شفتش السن ده كان قاعد في الندوه بتاعته. ده بيقول لنا استاذ طارق ان الكتابه او الكتاب لسه بخير يعني طبعا. وبعدين فكره الاقبال من الشباب بشكل كبير، انا شفت المشهد ده على فكره طبعًا. في كذا كاتب شاب، انت معانا كل يوم كذا كاتب شاب يعني، كان في اقبال كبير جدا في حفلات التوقيع. نعم. عايز اسال حضرتك كمان، انه الكتاب هو البطل الاساسي طبعا في المعرض، لكن في ابطال تانية، في فنون تانية مهمه جدا. شفنا عروض فن شعبي طبعًا. شفنا سينما، قاعه للسينما، قاعه كمان للفنون البصريه، الاطفال ورسم، الاطفال فن تشكيلي، رسم، يعني ألوان مختلفة كمان من الفنون والإبداع، مش بس الكتابة. طبعا. ما هو المعرض حريص قوي ان هو يبقى مجمع للفنون. انك انت طفل يخش يرسم، في اطفال بتخش ترسم، وزي ما حضرتك قلت الفرق الموجودة، لان هي دي قوة النعمة بتاعت مصر. وده معرض من احد أعمدة القوة النعمة في مصر. وبعدين كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان ده مش غريب على عين المصريين. حتى ده موجود في الموروث الشعبي، لان مصر كل الحضاره بتاعتها حضاره ابداعيه. الاهرامات، الرسوم على الجدران، المسلات، كل البردي، الكلام مكتوب على البردي، الشعر مكتوب على البردي، فاحنا كل انتاجنا كله انتاج ابداعي. فده موجود في وجدان الشعب المصري. الشعب المصري مبدع حتى في النكت بتاعته، حتى في طريقه تعامله مع الـ مع الـ مع الـ مع الحياه، حتى لو كانت قاسيه، حتى لو كانت حياه سعيده، تلاقي في تنوع. فده احنا شعب مبدع. فده ما بيبقى موجود في المعرض، ده انعكاس للمجتمع المصري. المعرض ده انعكاس للمجتمع المصري وتاريخ المجتمع المصري. جميل. دون اما احنا دون قصد بالمناسبه. يعني مش عاملين الكلام ده كله عشان نقول ان احنا مش عارف، لا، ده هي بتبقى جايه مع النوع من انواع الطبيعه المصريه. فالمعرض عشان كده متنوع في الحاجات دي. الحضاره يعني برضو الحضاره بالفعل، المصريين يعني عندهم فطرتهم في حد ذاتها مبدعه ومثقفه، ومحبين للفن وللثقافه طبعًا. بشكل كبير. نعم، ده حقيقي. طيب، واحنا بنتكلم عن هذه النسخه كمان، كان ملفت جدا جدا للنظر الحقيقه فكره الندوات الثقافيه والفعاليات الثقافيه اللي كانت موجوده او كانت بتتم على هامش فعاليات المعرض. نعم. وكان في بعضها متعلق بالكتب ومناقشات الكتب واحتفالات كمان يمكن اصدار الكتب. نعم. وفي جزء اخر كان متعلق بالموضوعات الانيه. نعم. ان كانت ثقافيه، فنيه، سياسيه حتى. نعم. لو حضرتك تكلمنا عن هذه الفعاليات واهميتها وفرقت قد ايه في فكره الزخم والحضور. اهميتها هو اللي الناس تعرف المعرفه،
بمعنى ان الندوات دي دلوقتي بقى اصبحت وسيله المعرفه هي السوشيال ميديا، ومعظم السوشيال ميديا دلوقتي غير حقيقيه او غير موثقه وفيها اغراض. فلما الزائر يجي يحضر ويشوف بنفسه الضيف بيتكلم او المتخصص بيتكلم بيتعلم ويبقى عارف وبيفهم وبيفهم منه. الاتصال الشخص ده مهم جدا. فالندوات دي بتنوعها لما تقعد، وعلى فكره الندوات كانت ممتلئه، صحيح الندوات كانت ممتلئه جدا بالناس، وخصوصا كمان في الندوات بتاعه الشعر. في شعراء في منتهى الجمال والرقه، يعني حاجه مبهره وشباب ومحدش يعرفه. فما يجي ومن الصعيد ومن اماكن كتيره، في وجوه كده واصوات جديده اول مره بنشوفها. في دفى كمان في واحساس حقيقي في كتابتهم. فده بتلاقي في ناس كتيره قاعده بتسمعهم. ناس اكتشفت حاجه امبارح، كنت حاضر في ندوه شعريه، فلاحظت واحد اكنه بيسمع اغنيه، بيسمع الشعر وهو بيهز راسه كده، اكنه بيسمع لحن مستمتع. فهو ده اللي بتقدمته، اللي بتقدمه الندوات، وبتقدمه الندوات الشعريه والندوات السياسيه والثقافيه والاجتماعيه. فلا طبعا، فالمعرض عامل حاله في مصر لمده حوالي تقريبا 10 ايام ولا 11 يوم تقريبا. كان كمان في حضور للقضيه الفلسطينيه كمان، شفنا حضور فلسطيني اكثر من عنوان لندوه النهارده، يعني كان دور مصر بالظبط، وتسليط الضوء على الدور المصري في القضيه الفلسطينيه. طبعا كمان من الجديد في البرنامج الثقافي فكره مؤتمرات اليوم الواحد. أيوة. بيتم تحديد شخصيه وباقامه مؤتمر كامل، ورشه عمل خلال ثلاث جلسات. نعم. شفنا استعادة طه حسين مثلا 50 عام على رحيله، نظر ملائكة الشعر العراقية وغيره. نعم. الفكرة دي شفت تنفيذها ازاي في الدورة دي؟ هو ده ما كنا في الهيئة الاستشارية، كان المقترح الأول اللي احنا هنحتفي، احنا متفقين على اللي هنحتفي بيه. فكان هيبقى على مدار المعرض. وبعدين برضو مع العصف الذهني ومع الحوار قلنا طب نخليها في يوم واحد، فيبقى اللي عايز يجي دكتور طه حسين بيجي يوم واحد وبيحضر، بس قلنا ما تبقاش طويل قوي عشان الناس ما تملش. فحصل ان احنا اخترنا لكل فكره يوم. فالدكتور طه حسين اخذناه حضرتك عارف يوم كامل، والذكاء الاصطناعي ونظر الملائكه وغزه او فلسطين، قضيه فلسطين مش عايز نختصرها في غزه، يعني يوم لفلسطين. واليوم الفلسطيني كان متنوع كمان، كان فيه فنون كمان. فالحقيقه ده كان افضل، يعني اعتقد انه كان افضل. ولا انت ايه رايكم؟ اكيد لازم تقولوا رايكم يعني. يعني لا الحقيقه انا يعني طبعا دكتور محمد كان حاضر في المعرض. دكتوره جمانه برضه كان حاضر في المعرض الحقيقه. دكتور محمد معانا كل يوم. بالظبط. كمان ده جمانه. على فكره هو مشارك. جمانه عملت كمان لقاءات هايله جدا في المعرض. يعني طبعا والله يعني كان حظي يعني من حسن حظي. استضافت عدد كبير كده من الشباب والكتاب. كتاب صحيح يعني. طب ما تقولوا شهادتكم انتوا يعني. دي حقيقة يعني أنا استمتعت جدا بوجودي في المعرض كمان. كنت من ضمن ملاحظاتي أنه الكتاب بجد كانوا موجودين من أول اليوم لآخره، أيام مختلفة في المعرض، كانوا حريصين هم يكونوا موجودين وهم يلتقوا كمان بجمهورهم. وبرغم المجهود الكبير لكن كانت السعادة من هم بيلتقوا بجمهورهم. وفكرة إصدار الكتب حتى النسخ المختلفة من إصداراتهم كانت أعتقد شيء ملهم بشكل كبير جدا حقيقة. ويعني حتى الجمهور كان موجود بشكل كبير مختلف الأعمار والفئات الحقيقة. فلازم طبعا نشكر حضرتك ونشكر كمان اللجنة العليا، وأيضا نشكر المتطوعين وكل القائمين على هذا المعرض الحقيقة. طبعا نورتنا وشرفتنا. نورتنا وشرفتنا. شكرا. وبلغه الصحافه كده منشيت، يعني انت قلت الكتاب روح فعلا. وده عيد للكتاب المصري. فنورتنا يا استاذ طارق. شكرا. رمضان رضوان طارق رضوان رئيس تحرير جريده القاهره، عضو اللجنه الاستشاريه العليا لمعرض الكتاب. نورتنا وشرفتنا يا دكتور. شكرا. الف شكرا. شكرا.